طلبت الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ السلطات الوصية بفتح تحقيق في تماطل سلطات بلدية سكيكدا في فتح المطاعم المدرسية رغم أن الموسم الدراسي على وشك الاختتام. رئيس بلدية سكيكدا طمأن الأولياء وأرجع التعطل إلى المجلس السابق وأن الممولين قد تم منحهم إشعارا ببدء الخدمة. ميكروفون سعد زجاري. تلاميذ بلدية سكيكدا بحجمها كامل وبغناها كامل، التلاميذ تاعها ما عندهمش يعني الإطعام المدرسي. نطمئنوا أولياء التلاميذ وتلاميذ أولادنا باللي احنا كنا نسويو في ان باسيف تاع العهدة السابقة، وين كي استلمت العهدة أنا ليلو تاع الإطعام المدرسي اللي متكونين في المواد الغذائية والخضر والخبز واللحوم زون با اونكور اتريبي لي فورنيسور. قمت انا بالمناقصه ودرك راهم اتريبي، تعطلنا غير في ان لو اللي راهو الخبز فيه مشكل بالك اللي يشمل جميع البلديات.